ازاي تشتري اونلاين من بيتك ويوصل لك لحد باب البيت في 90 ثانيه. بص يا سيدي، ادخل على www.bitek.com او نزل الابلكيشن بتاعنا، اختار اللغه عربي او انجليزي. على bitek.com تقدر تختار من بين الاف الاجهزه، من موبايلات وتلفزيونات لغسالات وتلاجات حتى ادوات العنايه الشخصيه. اختار الجهاز اللي انت محتاجه، دوس على المنتج اللي اخترته علشان تقدر تعرف كل المعلومات عنه، زي صور المنتج، شرح المنتج بالتفصيل، طرق الدفع، كريدت، كاش عند الاستلام، تقسيط لحد 36 شهر. ضيف المنتج اللي اخترته لعربية التسوق، كمل بقى لف براحتك، ولو حاجة عجبتك تاني ضيفها لعربية التسوق بنفس الطريقة. دلوقتي اعمل تسجيل بالفيسبوك أو الإيميل بتاعك، وبعدها سجل بياناتك الأساسية زي اسمك الأول، الأخير، الشارع، المدينة، والتليفون. آخر حاجة هتعملها اختار طريقة التوصيل اللي هتجيلك بيها الأوردر، سواء استلام في الفرع أو توصيل للبيت مجاني. في الآخر هيظهر رقم الأوردر بعد ما تعمل تأكيد لطلبك. هنبعتلك رسالة على موبايلك برقم الأوردر وإن طلبك تم بنجاح. خلي موبايلك مفتوح لأن لحظات وهيكلمك حد من خدمة العملاء، هيأكد بياناتك وهيبلغك بكل تفاصيل الأوردر. لو حبيت تتابع الأوردر بتاعك ادخل على bitek.com من نفس الحساب اللي سجلت بيه. بيتك، المختصر المفيد.